يعني وانتهاك اللي لحقوق بده يقعد عاملين. مبكر يعني بده ينحرم ايضا من الترفيعات ممكن طبعا طبعا بحصل لانه عليها. لانه احيانا في بعض المؤسسات بتقاضي راتبه زائد بعض الامتيازات الاخرى اللي هاي احيانا لا تحسب في راتبه التقاعد ممكن. ولكن عمليه الحد من البطاله لا تتم بهذا الاسلوب. حتى الحد من البطاله لازم نستحدث فرص عمل، مش نشتغل على فرص العمل القائمه نشيل واحد نحط واحد، بمعنى لانه احنا اذا شلنا واحد راح يكون يروح للبطاله واخذنا واحد بديل له، وبالتالي بقيت مستويات البطاله ومعدلات البطاله في نفس الاطار. الحد من البطاله بحاجه الى تحفيز الاقتصاد. يعني لازم الحكومه تشدد جهودها على تحفيز الاقتصاد لتوليد فرص عمل. بمعنى لا تحمل وزر ذلك الى المواطنين او الموظفين بمعنى يجب ان نشجع صناعات خدمات. توقع معنا تليفون حسب ما بيحكي لي المخرج. انقطع الاتصال، مش مشكلة. وبالتالي استحداث فرص العمل الجديدة هو المطلوب، بمعنى أن يكون في هناك يعني وظائف جديدة غير ما هو لدينا. يعني احنا بنشوف الاقتصاد الوطني يولد سنويا ما يقرب من 40 إلى 45 ألف هناك يتم فرصة استحداث فرص عمل، لكن في بعض المؤسسات مثلا نقول الهيئات المستقلة والمؤسسات المستقلة يستحدثوا فرص عمل يعني خاصة لبعض الأشخاص بشكل خاص، يعني على المقاس تأتي هذه الفرص. شو هلأ خلينا كمان ضروري نتفق على أنه القطاع العام ليس هو وعاء استحداث فرص العمل. لأن القطاع العام إمكانيته في استيعاب العاملين محدودة. ولا يجوز انه نحمل عبء الوظائف او البطاله كلها الى القطاع العام. نصير زي ما صارت في بعض المؤسسات الحكوميه، صارت التعيينات يعني بطريقه عشوائيه لدرجه انه اصبح فيها ترهل وبشكل اعاق عملها الحقيقي. ولكن لما نتحدث عن تحفيز الاقتصاد وتوليد فرص العمل، يجب ان يكون هذا الامر بالتعاون مع القطاع الخاص بالتاكيد. بمعنى ان نحفز الصناعات، رجال الاعمال، المؤسسات، المستثمرين، نجلب استثمارات خارجية، نحرك السوق بهذا الشكل. معلش ناخذ تليفون نرجع لك. هلو هلو مساء الخير. مساء الخير. أهلين. هلا مساء الخير. أهلين أهلين أخ أيمن. أهلا يعطيك العافية. الله يعافيك سيدتي. أنا حقيقة يعني البث مش واصلني على التلفزيون فصل، ولكن أنا بعرف أنه عنوان الحلقة يختص في موضوع التقاعدات. نعم احنا اعلنا لانه عن العنوان. نعم هو يتحدث عن نفس الموضوع اعتقد. نعم اوكي. بعد اذنك انا بس يعني حاب، هي استفسارات ومداخله بنفس الوقت. نحن كموظفين دوله يعني بلغنا بالقرار للاسف بتاريخ 23/1 وهو اليوم نزلت فيه الرواتب. وحقيقه مده 10 سنوات لم يزد الموظف اي زياده. نعم. في مفهوم زياده المحرر، يعني كانت الزياده السنويه اللي هي 3 دنانير أو 5 دنانير. على كل سيدتي يعني احنا فوجئنا بالقرار لانه يعني من هم على تقاعد. يعني انت بالحقك القرار. نعم احنا بمسة. على حساب الضمان الاجتماعي 30 أو 25. ضمان اجتماعي 30 أو 25. اخ ايمن 30 ولا 25 سنه انت خدمتك؟ احنا 30 سنه، ولكن انا سؤالي كم عمرك اخ ايمن؟ عفوا كم عمري 52 51 وكسور. نعم. لا اسمحي لي انا معلش اعطوني دقيقتين من وقتك حتى استفسر. تفضل. هل القانون احنا مش قادرين نوصل لاجابه واضحه من اي جانب؟ خبرونا 30 سنه، هل هي ضمن قطاع الدوله ولا ضمن قطاعين؟ انا عندي 4 سنوات قطاع خاص وعندي 26 سنه في قطاع الدوله. تفاجئنا انه اندمجوا الثنتين تحت مسمى انه لك انت رقم اشتراك واحد بالضمان الاجتماعي. نعم. بالتالي شكل نوع من المفاجأة لنا كموظفين أول شيء يعني بكل العالم تحت سن التقاعد في دول أوروبا وأمريكا هي تتجاوز 68 و70 سنة للرجل أو 65 أقلها. إحنا أقر القانون على 60 سنة، لكن فوجئنا بأنهم بينقادونا بعمر 51 و52. نعم. مع توجهات الدولة بإيجاد فرص عمل لجيل الشباب. ولكن يعني أنا حقيقة على وضعي راجعت الضمان الاجتماعي، انا لم يعني ما طلبت انا بدي اتقاعد، هو قرار من الرئاسيه وكل احترام تقدير لدوله الرئيس، مع العلم انه يعني خريج بريطانيا. دوله بريطانيا تتمتع بنوع من الحريه وعدم الاعتداء على حريه الافراد، من حيث انا يعني ما يسمى بالقانون العقد شريعه المتعاقدين.
نعم. العقد ينص على أني أنا ضمن منظومة الضمان الاجتماعي. نعم. بالتالي أنا أخضع للتقاعد بالشيخوخة بعمر 60. نعم. إذن أيمن أنت بتعترض على القرار في النهاية. أنا معترض على القرار من ناحية أول شيء، إذا أصروا على تطبيقه علينا القانون يجب أن يطبق علينا بإعطائنا تقاعد شيخوخة وليس القاعد مبكر. أنا يعني يعني 30 سنة بيعطوهم خبرة 30 سنة أو عمل 30 سنة تقاعد مبكر؟ إذا مش واصل سن 60. إذا مش واصل سن 60، نعم. اللي أقره دولة الرئيس هم الضمان الاجتماعي بقول لك أنا بعطيك تقاعد مبكر، بالتالي أنا أفقد حقي 8 سنوات إنه هاي فيها لا يقل عن 80 دينار براتبي، وحقيقة 80 دينار راح ينزل من راتبي نتيجة القرار. نعم. هذا. على كل بالإضافة اسمحي لي بس آخر ثانية إذا تتكرمي. الشيء الرئيسي إنه الزيادة بقانون الضمان الاجتماعي احنا أول شهر بناخذه، وفاجأنا دولة الرئيس شكرا له اللي كرمنا وخلانا نفرح شهر بهالزيادة، وهلا الشهر هذا إذا قاعدونا ما استفدنا منه، والضمان ما راح يخضع أي زيادة. الزيادة إجتكم ما استفدتوا منها شهر يعني. شهر. نعم. والضمان الاجتماعي إذا ما مر سنتين عليك لن تستفيدي منها، أن تكون ضمن منظومتك. نعم. يعني نعم. ما راح تدخل براتبك التقاعدي. نعم نعم. نعم. أخ أيمن استمع الآن أول شيء كنا متمنى، شكرا أخ أيمن لمداخلتك، ورح تسمع الآن من عطوفته يعني ربما جواب على تساؤلاتك. يعني كنا نتمنى أنه أيضا عطوفته كنا نتمنى يكون معنا أيضا ناس من الضمان الاجتماعي في هذا اللقاء. في الحقيقة كان ربما الاعتذار لديهم عن الحضور غير مقنع بأنهم لا يستطيعون مواجهة قرار للحكومة. يعني ربما هم غير راضين عنه لكن ما بيستطيعوا يحكوا فيه ولا بيستطيعوا يواجهوا، وخصوصا يعني في قناة التلفزيون. لا أعلم لماذا لكن كان هذا الجواب للأسف الشديد. هو كان كمان يفضل شخص من ديوان الخدمة المدنية كمان. نعم. لأنه نعم ديوان صحيح. الخدمة المدنية نعم. هو في الحقيقة رئيس ديوان الخدمة المدنية هو حضر معنا قبل ذلك. وهو ربما من أكثر المسؤولين المتعاونين مع الإعلام. يعني في الحقيقة هذا الشخص يعني متعاون جدا وحضر معنا، لكن اليوم كان عنده ظرف فعشان القانون مشروع القانون تحول لمجلس النواب، ويعني كان في عندهم ظروف معينة. ربما في حلقات قادمة نستضيفه أيضا. أنت أيضا تكفي وتوفي بالإجابة. نعم. لأنه بالنسبة كمان للدمج الخمس سنوات. نعم. ذكر السيد القرار إيمان. القرار المؤسف فيه بأنه يشمل خدمة الشخص. نعم. اللي في القطاع الخاص والعام. نعم. مع بعض. يعني بمعنى مع بعض. لو خدم بالحكومة سنتين وكان عنده باقي الخدمة كلها في القطاع الخاص فيحال التقاعد المبكر، أو ينهى خدماته وهو بعدين بروح للضمان الاجتماعي بياخذ التقاعد المبكر، أو لا يأخذ. بمعنى لأنه قانون الضمان الاجتماعي منفصل تماما عن نظام الخدمة المدنية بهذا الشأن. بهذا الشأن. بمعنى قانون الضمان الاجتماعي يقول بأنه لا يحسب للشخص راتب تقاعد إلا إذا هو طلب. بمعنى ممكن هو تنهي خدماته وما يطلب تقاعد مبكر. نعم. وبالتالي يستمر بدون راتب، لا راتب تقاعدي ولا راتب وظيفة. نعم. إذا اختار أن يعمل في وظيفة أخرى ليكمل يعني ليكمل طبعا بصير اشتراكه. نعم. في المؤسسة. نعم. الأخرى اللي بده يشتغل فيها، أو يشترك اختياري، وهي مصيبة لأنه اشتراك الاختياري بده يدفع عنه عن صاحب العمل. نعم. يعني براتب يعني بما يقرب من 22% يعني. من دخله بده يدفعهم للضمان الاجتماعي. هذا شيء ضخم جدا. نعم. ولهذا السبب الخيارات محدودة أمام هؤلاء الناس. احنا بنحكي أنه لا يجوز أن يعملوا. نعم. ويعني خلال 24 شهر، واذا طبعا اذا عملوا يفقدوا وظيفه. نعم. يفقدوا راتبهم التقاعدي التقاعد المبكر، وايضا بعد 24 شهر بدهم ياخذوا ثلثين الراتب واقل من ذلك بقليل.